كل يوم ناصر. لا تبكي يا ولدي، هي محطات هي فقط في كرة القدم، ولكن حتما نسقط وننهض، ولكن لكي ننهض يا حسين يا يحيى يجب بكل بساطة أن نصحح أخطائنا التي كانت كثيرة في هذه المباراة، ويجب أن نعترف بها أيضا. أنا نوافقك، نعترف، هو خيبة، خوف ونقص الأمل، لأن في الكرة فيها خسارات، ولكن تخسر لما تدير الواجب تاعك وتتقبل، ونتقبلوا احنا كلنا لما تبل القميص تاعك، وكذلك دير الواجب، كذلك واجب وطني، واجب احترافي، واجب كذلك كإنسان اللي تعرف واش دير فوق الميدان. انا شفنا خيبه كثيره، تشوف الحق الطفل حتى يبكي، وتشوف اللاعبين تاعنا فوق الميدان شيء غير ممكن، وما لازمش، لان بهذه السيره هذه انا بكل صراحه ينقص الامل كثير، لان فريق الوطني حاجه اخرى. فريق الوطني اظن اولا الواجب تاعك، اولا واجب وطني، واجب بالقلب، واجب كذلك بدنيا، فنيا، تكتيكيا. لما خلينا فنيا حسين، ما هي نقائصنا في هذه المباراه حسب رايك؟ نقائص كثيرة هي، أولا التي يجب تداركها بسرعة أمام أوغندا. بسرعة أنا نعطي ندير خلاصة تفضل. لازم الواجب الوطني، داخل الواجب الوطني فيه التكتيك، فيه الجانب البدني، فيه الروح القتالية، لم يوجد فيها هذا الشيء. تريد أن تقول أن الجرينت والروح يجب أن تكون حاضرة في مباراة أوغندا؟ كأنهم، سامحني يا كريم، كاين لاعب، احنا نقولوا اسمحوا لي بالفرنسيه، كاين جوار دو بالون، كاين فوتبالور، احنا نلعبوا الكره، ما همش لي فوتبالور، لان فوتبالور يعرف باللي راه يلعب على الوطن تاعو، يعرف كيفاش يسير التكتيك تاعو، يعرف كيفاش تكون الروح القتاليه، يعرف احترام الخصم، احترام الجمهور، وزيد هذه كاس عالم، لان الجزائر في كل مرة حاضرة في الكؤوس العالمية، وتحب الكرة وتحب الفريق تاعها تكون حاضر. حنا كأن هذا الفريق بلا روح، لا يوجد تكتيك واضح، كذلك الفرص عديدة لم تسجل، يتلقوا علينا أهداف سهلة، ونشوف كذلك كأن اللاعبين تاعنا أصبحوا لاعبين مدللين، نقول هذا دي جوار قاتي. واحد يلعب كما يحب، واحد يزعف، نعطيك صوره ماشي من حقه. لما تشوف ابراهيمي يخرج يحكم البراسار يرميها لصاحبه ويطيح له في الارض، هذه هي صوره الخيبه، صوره. لا هذه كانت في مباراه اخرى وكان تبريرها انذاك، ليس في المباراه الاخيره امام منتخب المغرب. لا مش في هذا، لا مش مباراه، منهم قبل منهم هذا الشيء، هذه اللي تخليك انه شوف الفريق الوطني حتى الوضع فقط حسين بررها المدرب بن غيز لما حضر هنا، لانه كان مستاء من لقطه حدثت اثناء تلك المباراه. ولكن هي في هو رايك بخصوص الجرينتا التي يجب ان تعود الى المنتخب الجزائري. جابر نعمون، كيف تقرا نقائصنا وحلولنا امام منتخب الاوغندا؟ الله يا كريم، هي عده نقائص، لأن الاستحقاق القادم على بعد يومين أو ثلاث أيام وجب تصحيحها بسرعة. أنا من بين النقائص الفنية اللي راح نتكلم عليها في حصة في 90، أولا كيفية بناء اللعب، كيفية بناء اللعب بلاعب يسمى بن طالب وزروقي، لهما نفس الخصائص. لا يمكنك بناء اللعب وتوجيه الهجمة بلاعبين لهما نفس الخصائص، واحد يميني وواحد يساري فقط. معناه انه لاعبين يلعبان بالكرات العرضيه، احنا في بناء اللعب صحيح مليحه الكرات العرضيه باه تفتح الخصم في مرحله بناء وتوجيه الهزمه، لكن لازم لك لاعب اللي يلعب لا فيرتيكاليتي، هذيك الكرات العموديه والقطريه، لاعب مثل بن ناصر مثلا، لاعب مثل قندوسي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اللاعب الذي يفك العزله على المهاجمين هو لاعب ابراهيمي. لما تجد اللاعب ابراهيمي مهمته انه يطلب الكره بين الخطوط واستقبالها ولو تايمينغ دو لاباس،
تلقى هذا اللاعب ما يمررش الكرة في الوقت المناسب ويجي به يفك العزلة على المهاجمين، أصبح يطلب الكرة ويشارك في بناء الهجمة من منطقة الدفاع وسط الميدان الدفاعي تاع الفريق الوطني، وهذا خطأ. به نفك العزلة على المهاجمين ونبني واللعب ونمد كرات دقيقة وكرات مفتاحية لازم تكون في منطقة الخصم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث تكلمت عليك أنا وياك كريم مرات عديدة، ودائما تطرح لي السؤالات، قل لي دائما مشكل المنتخب الجزائري لما نواجه الفرق التي تتكتل. فريق غينيا صحيح تكتل بنظام لاعب 5-4-1، لكن تفوق عليك من حيث التحولات، لأن كرة القدم الحديثة أصبحت كرة تحولات، من يتحول بسرعة من الحالة الدفاعية إلى الهجومية ومن الحالة الهجومية إلى الدفاعية. حتى خيل لنا أن المنتخب الغيني يلعب ب 22 لاعب، لكن هو كان أكثر إرادة منك بدنيا وذهنيا، لذلك سبقنا من ناحية التحول، لأنه كي كنا نهاجمه دائما نجد تلك الكتلة. الشيء الرابع اللي من النقائص، أحسن عنصر في الفريق الوطني والذي كان يعتمد عليه هو اللاعب أيت نوري، لم نرى أيت نوري بذلك المستوى المطلوب. لكن السؤال المطروح، هل أيت نوري الذي لم يكن في يومه أم نظام اللاعب الذي لم يساعده؟ أنا من منبر في 90 وكمحلل في التلفزيون الجزائري وبنظرة المحلل واللاعب السابق أرى أن المشكل ليس في أيت نوري، المشكل في اللاعب الذي لم يترك الرواق لأيت نوري. من هو اللاعب الذي لم يترك الرواق لأيت نوري؟ هو اللاعب بالرحمة، ما كانش يدخل في وسط الميدان به يترك الرواق. اللاعب عطال، لم نرى عطال المتعودين عليه. من ما هو السبب المستوى تاع عطال؟ هو اللاعب بنزيه ما كانش يدخل الوسط باه يطلق له الرواق. واخر شيء واختم به الكلام تاعي هو انه كره القدم الحديثه ولات فيها افكار، الافكار في افريقيا لازم تواجهها بافكار تكتيكيه. ما لازم لكش صح شيخ حسين يحيى يتكلم على لاغرينتا شي معلوم، على القوه البدنيه والاندفاع المدني شي معلوم، لكن كي تكون ما عندكش افكار تكتيكيه ضد فرق دخلتها الثقافه الكرويه واصبحت متمكنه واصبحوا يعتمدوا على الاناليز فيديو، لازم لك انت ثاني افكار تكتيكيه مهمه. الشيء ايضا اللي جاني في قلت لك نختم، لكن جاتني فكره اخرى وهي مهمه جدا، لما يكون عندك لاعب مثل عطال وأيت نوري والكرة القدم الحديثة هي كرة مساحات وحلول، اللاعبين تاعنا باه يكون عندك حلول. أصبحت كرة القدم الحديثة تتكلم على معينات ومثلثات، معينات معناها حامل كرة عنده 3 حلول ومثلثات حامل كرة عنده حلين. احنا في كرة القدم اللي في المباراة الفارطة شفنا حامل كرة عنده في بعض الحالات 0 حل. ما معناها؟ انه به تمد حلول لازم لك حركيه، لازم لك حركيه كبيره به تمد حلول. هذا الشيء لو جاب تصحيحه في اقرب وقت في ممكن، لانه مباراه اوغندا لما تكلمت كريم على الترتيب اصبحت كل الفرق متقاربه، شحال عمي محمد؟ 4 فرق ب6 نقاط، ب6 نقاط. اذا الحاله ماشي سهله، ليس سهله. يا حسين ماذا نفعل الان؟ مباراه يوم الاثنين حاسمة جدا بالنسبة للمنتخب، لا يجب أن نهزم فيها. ماذا يجب أن نغير أو كيف سيتعامل المدرب مع المجموعة؟ لأننا بحاجة إلى العودة بنتيجة إيجابية من أوغندا. شوف الأخ كريم، كل مقابلة تختلف، نظن هذه الهزيمة راح تعطي فكرة للمدرب وكذلك اللاعبين يرجعوا حساباتهم. واش تكلم أخ جابر؟ صحيح ان الفريق تاعنا لو ما تكونش كاع واش تكلم الاخ جابر من المستحيل ان، لذلك انا بديت في بدايه الكلام تاعي كاين خيبه ولا يوجد امل. تكلم من القلب عندك احساس طبعا. نعم اخ كريم، لان انا فت كنت وضع الفريق الوطني، فريق لعاب فريق تاع الفريق الوطني شخصيه يعرف كيف يصير أموره، يعرف وش معناتها كأس عالم. ولكن لا تنسى بأن في مرحلة انتقالية خرجنا من الدور الأول في نهائي كأس أمم إفريقيا. نعم. مرحلة حساسة أيضا، لم نصل إلى نهائي كأس إفريقيا وفزنا بكأس إفريقيا ثم نازمنا أمام غينيا. هي مرحلة انتقالية أيضا للمنتخب. انتقالية. وهذا شيء اللي يخلينا لازم الجرين تون كتر الواجب ونركز روحنا نحن الجزائر نحب إمكانيات كبيرة ومتعودين على اللعب الكؤوس إفريقية والكؤوس العالمية. خاصة أمام منافس مباشر في كأس العالم. مباشر. وزيد أخ كريم لازم نديروها في رأسنا.
خلاص علينا هذاك نحن الجزائر وحنا فريق ودرنا الماضي. كل الفرق تقدمت، كل الفرق تشتغل، كل الفرق تقدم. شوف غينيا البارح او قال اخ جابر وانا نزيد نقول كان فريق 22 لعاب، لان هذا هو الفرق بين الفريق تاعنا. حنا اصبح اللاعبين تاعنا مدللين، يلعب كيما يحب، لا ما يعرفش وقت التايمينغ وقت يمد الكره وقت يلقى حلول، لا يوجد حلول، لا يوجد تحركات. الشيخ هذا الشيخ يحيى في الهضره اللي تكلمتها الان تعلم يجد حلول الان كريم، حلول فرديه. احنا دوكا في كره القدم الحديثه الشيخ يحيى ولينا دائما ما نواجهوش واحد ضد واحد، ولينا نواجهو كتل تاع لاعب تسع لاعبين. دوكا المنتخب الجزائري خلق حاله تاع واحد ضد واحد، مثلا بالرحمه وبنزيه حاله ضد واحد. المشكل يا كريم انه وشفنا انه واحد ضد واحد وما قدروش لنا الجانب الفردي، ما يتحملش المدرب مسؤوليته وحده، نظام اللاعب ما يتحملش مسؤوليته وحده، لانه لما نهضروا بار كومبارتيمون ولا فرديا اللاعبين ايضا كل لاعب يتحمل مسؤوليته. لاعب ما يقدرش يراوغ واحد. الكلام هذا خلاص سمعناه وتكلمناه وتقسنا جميعا بعد هذا التعاطي، ولكن ما يهم الجماهير الجزائريه مباراه اوغندا، ماذا يجب ان نفعل الان؟ نبيل الغيث نستمع اليه بعد لحظات يقول ويعترف بانه صدمه كبيره وخيبه امل ويعترف أخطاء الفريق ككل، ولكن ماذا يجب أن نفعل الآن؟ الجماهير الجزائرية تنتظر، هل في حل العاجل هكذا؟ ماذا يجب أن نصنع؟ ماذا يجب أن نغير في التشكيلة حتى نتفادى الهزيمة هناك في أوغندا ونبقى في السباق؟ شوف كريم، لما تكلمت في السؤال تاعك قلت لي ما هو الحل العاجل، لأنه ما بقاش حل عاجل سريع. بعد يومين الهزيمة ممنوعة هناك. اكزاكتومون، الفرق كلها متفقه. هنا الشيء اللي لما طرحت لي السؤال وجاوبتك فنيا ماذا حدث، فنيا ماذا حدث، وجب تصحيح تلك الاخطاء. لكن احنا يا كريم في كره القدم الحديثه مش شرط، احنا لازم نحيو من راسنا اننا ذلك المنتخب الذي يستحوذ على الكره. يمكن ان تفوز بمباراه تلعب بشكل مباشر غير طريقه وانت لا تستحوذ. صحيح عندنا امكانيه تاع اللاعبين اللي يستحوذوا الكره. مثلا يا كريم، احنا انهزمنا ضد المنتخب الغيني، لو نشوفوا نسبه الاستحواذ نلقاو نسبه الاستحواذ تاع المنتخب الغيني قليله، لكنه لعبوا لعبه مباشره. احنا عندنا الامكانيات واللاعبين اللي نقدروا نلعبوا بهم اللعب مباشر. مثلا لما يكون عندك لاعب مثل عموره عنده لا فورس اكسبلوزيف، هذيك القوه الانفجاريه، وعنده السرعه الفائقه، وعندك لاعبين ممتازين في الكرات الطويله، يمكن ان نستقبل عبء المباراه. ما فيهاش عيب أن المنتخب الجزائري يستقبل المباراة ويستقبل لعب المباراة. ولكن دفاعك يتلقى هدف كثيرة، يمكن دفاعك يتلقى هدف كثيرة. لما قلت كريم يمكن أن تستقبل عبء المباراة، ماكش راح تدافع بأربع مدافعين فقط، يمكن أنك تدافع بكتلة أنت أيضا والكل يدافع، وتكون عندك سرعة تحول سريعة. تحول لما يكون عندك لعب عند عمورة كما عمورة تقدر تحول به سريعا. عندك رأي كريم، تكلمت على المرحلة الانتقالية حساسة وكانت نجم نقولوا كارثة. على المدرب باش يكون ذكي، وهما عطاو له كاع الحلول. لما جا الجزائر فيه المساعدين الجزائريين اللي معاه السيد نغيس، ان تعطي له كاع واش كان وصرا في الماضي، بالخلاصه تاع الماضي تبني المستقبل. انت المستقبل لازم تبنيه. حاجه الاولى، الفريق الوطني محتاج الى نتائج، والنتائج جي بخطة واقعية إيجابية، لا استحواذ بالكرة كثير وتحوستها كأنك في كأس إفريقيا. على المدرب يلقى حلول، هو الأول يلقى حلول. احنا ما نجموش نعطوا له دروس ولا نحوش الأداء، نحوس على النتيجة. النتيجة أهم شيء، النتيجة في الحل الوقت الحالي. طبعا المنتخب الوطني تنقل طارق بوفليح اليوم إلى أوغندا، طبعا نشاهد صور تنقل العناصر الوطنية كانت في علامة طائرة خاصة من أجل هذه المباراة التي قلت بأنها أصبحت الآن حاسمة بالنسبة للمنتخب الجزائري وللمجموعة ككل، لأنه الصدارة أصبحت رباعية، أصبحت مجموعة معقدة بكل المقاييس. ذكريني، معقدة هذه المجموعة؟ معقدة كثير، يعني أربعة في الصدارة بست نقاط، مباراة صعبة جدا.
انا يعني تسمح لي برك زوج كلمات برك على المباراه اللي لعبوا هنا، هما التقنيين انا نحب نسمع لهم، ولكن شفنا الفريق الغيني كانه يلعب مباراه مصيريه وتهم اكثر من المنتخب الوطني الجزائري. شفنا المنتخب الجزائري داخل ارضيه الميدان يلعبون بدون روح قتاليه باتم معنى الكلمه كما كانوا يلعبوا من قبل، نقولها بكل صراحه، وكان المنتخب الغيني هو الذي يلعب على ارضيه ميدانه. يعني انا شفنا كامل المباراه ونسمع المحللين كيفاش يتكلموا، وكأنه هو اللي كان يتحكم في زمام المباراة، هو اللي كان يسير في اللعب، هو اللي كان يدير كلش لهذا الأمور يعني. ولكن انت مثلا قلت حاجة واحدة أخرى، رانا في مرحلة انتقالية، ما فزناش بكأس إفريقيا، واليوم رانا فزنا بكأس إفريقيا 2019 ودرنا أسوأ دورة في الكاميرون، بعدها درنا يعني أسوأ دورة يعني نقولوها بكل صراحة. ولكن الآن باش تتأهل، 9 فرق يتأهلون، يعني لا قدر الله، يعني أنا متفائل يعني باش ما تكونش الجزائر بين 9 فرق في المونديال، يعني شيء. وقتاش تتأهل لما تكون في 9 فرق؟ ولكن لا بد من أن تكون هناك نتيجة إيجابية في كامبالا، لا بد أن تكون نتيجة إيجابية. نستمع إلى مساعد الناخب الوطني بن غيز الذي أدلى بهذه الصلحات قبل تنقل المنتخب الجزائري لغوندا. قدروا الهزيمة مثلنا مثل الجماهير الجزائرية، كانت صدمة كبيرة، ولكن من واجبنا أننا في هذا الوقت نحضر المباراة الجاية. خدينا الدروس من هذا المباراة اللي فاتت اللي كانت قاسية جدا وخلات علينا أثر، ما نكذبوش على بعض، لأننا نعرفوا إحنا جزائريين ونحبوا المنتخب الوطني دائما يربح. احنا نفس الشيء مثلنا مثل الشعب الجزائري اللي تاثرنا كثير، ولكن الحمد لله كانوا عندنا يومين وين حضرنا احسن المباراه الجايه اللي كما راك تقول مباراه صعبه، كل مباريات صعبه. هذا منتخب وطني، هذا يعني تاشيره للكاس العالم، وهذا شيء كبير. لازم يعني كل مباريات تعتبر مباريات نهائيه، كل نقطه عندها قيمتها، كل هدف تسجلوا او تستقبلوا عنده اهميته. وهذا الشيء ان شاء الله نتمنى ان هذا التعثر هذا هو اللي يعطينا القوه باش نحضروا المباريات الجايين باكثر ثقه باكثر تركيز. وخاصه نظن باللي كان عندنا متسع، يعني ان جوكر كان عندنا حرقناه مع لاغيني، دوكا رانا دون لو دور، رانا دون لو دور، يفو رياجير فيت اي بريباري ماتش بار ماتش. التعثر للمنتخبات الاخرى يقدر، ولكن شوف حنا واش لازم نمشيو مباراه مباراه. حنا بصراحه كنا نعيشوا يعني في وقت وين كنا يعني 6 نقاط على 6 على 6، راح نستقبلوا خصم اللي كان منافس مباشر للتاهل، كنا نتمنوا نفوزوا عليه وروحوا لوغندا نفوزوا وحنا تاهلنا لكاس العالم. ولكن كاس العالم عرفتوا كيفاش، يعني التاهل ما راحش يكون بالسهل، شفنا في 2010 كيفاش كان صعيب، شفنا في 2014 كيفاش كان صعيب. اليوم نفس الشيء، رانا المستوى نتاع كل المنتخبات راهو مستوى واحد. الانديه المنتخبات الافريقيه تطورت كثير، عندها طموحات اكثر، وحنا لازم نكونوا في مستوى السمعه والاسم نتاع الكره الجزائريه والمنتخب الجزائري اللي كان دائما يشرف الرايه الوطنيه ودائما كان يحضر في هذا النوع من يعني من المنافسات. اعتراف بالضغط، بالصدمة، بصعوبة المأمورية الآن، أو بالأحرى احنا اللي صعبنا الأمور على أنفسنا بعد الخسارة أمام غينيا. كل هذه الأشياء الآن يعترف بها نبيل الغيث في هذه الصراحة. نعم أخ كريم، هو يعترف بها، احنا تاني شفناها ونعترف بها، حان الوقت لنتغير. والاعتراف هذا موش من اليوم، راه عندها مدة أن الفريق الوطني خرج من الصورة اللي كانت عنده، منتخب محترم، منتخب لي في كل مرة يدير مقابلات كبيرة ويتأهل كأس إفريقيا وكأس عالم. بهذه السيرة هذه المستحيل، مش أنا نقص المي نبه، أنا طبعا خائف طبعا من الفريق الوطني، لأن أداء كما هذا المستحيل أن ما يوالمش الفريق الوطني. لذلك تعتبر مباراة أوغندا هي مباراة استرجاع ثقة؟ لازم وإعادة الثقة، لازم، واجب نضربوا على خمسة. هذا الواجب، هذا واجب وطني يا أخ كريم، لأن الأداء ضد غينيا أداء كأن هاد اللاعبين ماهوش واعيين، بكل صراحة ماهوش واعيين، لأن هذا فريق وطني فيه واجب من كل جوانب، تركيز رياكسيون كذلك تاع انسان اللي محترف ودولي، لا تدخل فوق الميدان وما على باش واش دير، ما تسجل اهداف فرص وتسجلوا علينا اهداف هكذا، ما كاش خطه
واضحة. أنا كذلك اللوم شوية المدرب، لأن المدرب تقول لي جديد، نعم جديد، وين المدرب عندك أفكار، أفكار تاع البداية تاعك، خاصة بقى بناصر في كرسي الاحتياط، عدم مشارك حسام، نعم حسام عوار أيضا، عدم ربما دخول عمورة كأساسي، بغض أشياء كثيرة حدثت في المباراة وأشياء كثيرة قيلت، ولكن ما يهم المستقبل الآن بالدرجة الأولى. مباراة لا يجب أن نخسرها تماما أمام المنتخب الأوغندي بعد أن أصبحت الحسابات هكذا معقدة في المجموعة. ولكن الشيء الإيجابي أيضا في مباراة غينيا أن الحكم كان رائع صراحة. لا باملاك واحد، لأننا كنا نخاف دائما من مشكلة التحكيم، ولكن لا 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 باملاك نقولها بكل صراحة أدى مباراة فوق الممتاز، يعني بكل صراحة لم يخطئ لا هو ولا المساعدين. بكل صراحة إن شاء الله الحكام تاع البنينيين الذين سيديرون مباراة الجزائر في أوغندا بقيادة أديسا أبديول رافيو هما الأربع من البنين إن شاء الله يكونوا في المستوى ويؤدوا مباراة جيدة ويديروا كما دار بوملاك وكل ذي حق يأخذ حقه. مباراة حضرها النجم العالمي طبعا كريم بنزيما الذي أعجب كثير بالأجواء الحماسية الكبيرة هناك في ملعب نيلسون مانديلا، وصرح في ميكروفون طبعا التلفزيون الجزائري. نتابع سويا. super bien bien accueilli super content d'être ici donc je remercie tout le monde donc c'était un plaisir pour moi d'être là vu que c'est la première fois que je suis venu donc vraiment fier d'être ici et puis voilà première fois ici au stade voir l'équipe nationale l'ambiance c'est cool ici au stade bien sûr bien sûr non c'est la première déjà ce stade là il est joli le stade est joli les gens ils sont venus nombreux ce soir donc il y a un match important j'espère qu'ils vont gagner. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'assister à un match. En plus, c'est le premier ici, c'est bien. Je rajoute une petite question par rapport au public. Ouais. Public très nombreux ici au stade Nelson Mandela. On a quand même un public qui cherche Karim Benzema. Vous êtes très élevé. c'est réciproque. Non, c'est réciproque. Ils sont bien. C'est des très bons supporters. Ils sont toujours derrière l'équipe nationale.